من جديد، ضحايا مدنيون جلهم من الأطفال والنساء شمال غربي البلاد جراء المعارك المستمرة بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة أخرى. مصادر محلية أكدت أن 5 مدنيين فقدوا حياتهم وأصيب 10 آخرون، مع ترجيحات بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحكومة المتمركزة في مدينة سراقب على حي الضبيط بمدينة إدلب ومنتزه عائلي على أطراف المدينة. وعلى صعيد ذي صلة، قالت المصادر إن امرأة فقدت حياتها وأصيب طفل بجروح بليغة جراء قذيفة أطلقتها قوات الحكومة على قرية مرعيان بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وتزامن القصف الحكومي مع تحليق للطيران الحربي الروسي الذي استهدف بعدة غارات جوية محيط بلدة البارة بجبل الزاوية وطالت محيط نقطة عسكرية تابعة للاحتلال التركي في المنطقة. يأتي هذا فيما استهدفت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات الحكومة السورية في مدينة سراقب دون معلومات عن خسائر بشرية. وشهدت مدينة إدلب ومحيطها ومنطقة وادي النسيم قصفا مدفعيا عنيفا شنته قوات الحكومة السورية بالتزامن مع مرور رتل للاحتلال التركي في المنطقة.